يعني يوم ما اعترف لك بكل شيء اخسرك كان لازم اكذب عليك عشان اصير اشوفك؟ اخيرا حنيت علي وكلمتني. زين انتي متاكده من الكلام اللي قلتيه؟ تقصد مشاعري تجاهك؟ بعمري ما كنت متاكده من شيء كثر ماني متاكده من اللي قلت لك اياه. طيب اقدر اشوفك؟ إيه طبعا. انت حدد المكان والزمان وراح اجي طيران اليوم بشوفك، وبعد ساعة وفي نفس الكوفي. أوكي يلا باي.